اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. ايه ده؟ الله، ايس كريم ساندويتش ميكر. دي لعبه شكلها جامده جدا جدا، مكتوب عليها وسبريدر، حاجه بتفرد فعلا، ايزي تو ميك. بص بقى نقدر نروح نعمل ايس كريم ساندويتش، طبعا كلنا بنحبه قوي قوي قوي. بص ممكن نحط بقى عليه هنا الشوكليت شيبس والبونبون، بيكون شكله جامد قوي. الله، نقدر ان احنا نعمل ساندويتش الايس كريم، بيلت ان ساندويتش كاتر، نقدر ان احنا نقطع بقى الساندويتش. اوكي تعالوا بقى نفتحها كده. الله، اهي دي، فتحناها اهو وطلعنا بقى العلبة كده، وبعدين هنغرف بقى بالمغرفة دي الايه الحاجات اللي احنا عايزينها، نقدر احنا نستخدمها كلها. واو، دي بتقطع لي بقى الايه والساندويتش ميكر عشان نقدر ان احنا ايه ايس كريم. بنفتحها بقى كده ونقفل دي كده عليها. الله، بص بقى شكلها جامد ازاي. نقدر ان احنا نعمل بقى طبقتين من الاي ساندويتش اللي هو الايس كريم من فوق، بيبقى زي كيكة كده، بنقطعها ونحط بقى بعد كده جوه الايس كريم، فيكون عندنا ساندويتش ايس كريم شكله جامد قوي. ممكن نحط عليه بقى قطع البسكوت او قطع شوكليت او قطع امانانس زي ما نحب، ان احنا ممكن نحطهم على الايس كريم من بره، هيديله توبينج حلو قوي وفليفر جامد جدا. وكده بنحط بقى بعد ما بنحط الايه العيش اللي هي الحته اللي الطبقه اللي تحت اللي فيها الكيك دي، بنحط بعد كده بقى الايس كريم، بعد كده بنحط الجزء التاني اللي فوق. الله، شفت بقى طريقتها سهلة جدا ازاي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، بليز قوليلي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. طب انا قاطع عيب الاطفال عشان نجربها لكم مع بعض. بليز منسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب، شايجلكم كل جديد في فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.